معلش يا دكتور، انا عندي استفسار بس. انا معلش اطول عليك شويه. انا متجوزه بقالي 7 سنين، عندي محمد وعندي بنت، يعني عندي 2 ولد وبنت. تمام. وانا منفصله عن جوزي، مش متطلقه، انا منفصله عن جوزي بقالي سنه تقريبا، دلوقتي سنه، بسبب مشاكل يعني كتير حصلت وكده. انا سبت البيت ورحت بيت والدي، والدي توفاه الله، وانا قاعده انا واولادي، ومامتي مش قاعده معايا، متزوجه وعندها اولاد تانيين يعني في محافظه اخرى يعني. بس فانا دلوقتي يعني ايه، انا خلال السنه دي اخويا رفع لي يعني قواضي وكده وقايمه وطلاق وكده ونفقه عشان الولاد، لان هما مش عارفين يتفقوا على حل يعني، هو وزوجي. طيب عايزه اسالك بس، عشان انا قدامي بالظبط ده، عايزه اسالك، قولي لي يا ام محمد، في سبيل للاصلاح؟ هو طلق ولا ما طلقش؟ لا هو لسه انا على ذمته، هو ما طلقش، بس هو دلوقتي طالب ان هو يردني، عايزني طيب. ارجع تاني. طب خلينا بقى بس نتكلم انا اهلي، ها بس انا انا عايزه اهلي اسالك، مش موافقين، انا ماليش دعوه باهلك، وبيقولوا انت لي هو عامل كده عشان عشان القواضي، القضايا. طيب قولي عشان لي، القضايا هو بيعمل كده عشان القضايا. طيب انا ممكن اسالك سبب انك سبتي البيت ايه؟ المشاكل، ان احنا كان الاول مشاكل ماديه، وبعد كده يعني سيبنا البيت ورحنا بيت تاني عشان ده كان ايجار، ورحنا بيت تاني. وبعد كده هو يعني هو مشكلته معايا ان هو يعني كل واحد فينا متمسك برايه، وكمان بتوصل ساعات للضرب يعني، ساعات انا برد عليه يعني، هو مثلا ما يحصل مشكله او حاجه لما نيجي نتناقش دايما دايما ما بنلاقيش حل يعني، دايما بيبقى الحل يعني اخرته بتبقى ضرب، فاهمة قصدي؟ يعني كان بيضربك. وما فيش يعني ما فيش يعني موضوع اتناقشنا فيه يعني بيخلص، دايما تلاقي تراكمات تراكمات تراكمات. ضربك كم مرة اخر يا فترة أم بقى محمد؟ ضربك كم مرة؟ كتير طيب كتير، انا مرة دخلت اهلي ومرة دخلت اهله، ومرة حتى وصلت ان احنا رحنا مرة القسم بسبب ان هو ضربني. طب يعني طيب انت عايزة ترجعي؟ وكل مرة انا مش عارفه، وفي نفس الوقت انا خايفه اظلمه واظلم عيالي يعني. انا دلوقتي هو نازل له زي حبس يعني. قولي لي هو عايز يرجع على اساس ايه؟ يعني ايه الجديد اللي هو عايز يرجع عليه؟ ايه اللي هيقدمه جديد؟ الجديد ها الجديد اللي هو قاله ان انا هراعي فيكم ربنا عشان خاطر عيالي يتربوا في وسطنا، وان هو خلال السنه دي اصلا يعني هو ما سالش على عياله خالص، لسه مثلا من شهر 7 بس اللي سال عليهم، وقال لي انا حاولت اوصل لك وحاولت اكلم خالك وحاولت وحاولت وحاولت، بس انا ما كانش حد بيقول لي الكلام ده، انا ما حدش وصلني الكلام ده. وهو يعني برضه رافع رؤيه وكده وبيشوف ولاده في الرؤيه، فساعتها بقى اتكلم معاه، قال لي انا عايز ارجع وعايز عشان العيله يتربوا ما بيننا، وانا اشتغلت شغلانه تانية بعد الظهر عشان يعني اظبط الامور الماديه يعني، عشان انت كنت بتشتكي طيب ان انا اسمعي ما بعرفش. اسمعيني يا ام محمد، فانت متردده يعني يا ترجع مش عارفه تعملي ايه. طب اهلك كانوا قالوا لك ايه يا ام محمد؟ قالوا لك لا ما ترجعيش؟ طيب اهلي قالوا لي هو راجع عشان عليه قواضي، لو ما كانش القواضي ما كانش عبرك ولا عبر عيالي. طيب تمام، وفي نفس الوقت انا لما بقول له كده بيقول لي طب ما انا مالي امال القواضي دلوقتي، انا بقول لك عشان العيال يتربوا ما بيني وما بينك، ما يتربوش. طيب اسمعي 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 رايي زي ما هقوله لك، ويعني احنا بناخد بالاسباب، انا دايما مع المصالحه لو كانت بنتيجه. انا راجع على ايه؟ يكتب قعده رجاله، قعده اسمها قعده اتفاق رجاله، وبنكتب فيها ورق، وبنكتب فيها اتفاقات، وبنكتب فيها تعهدات، وبنكتب فيها شيكات لو طلب الامر. ممنوع الضرب، يصرف على اولاده، يبقى في حوار راقي، يبقى في معامله طيبه والعيال. انا عايزه اقول لك حتى لو لا قدر الله رجعتي والقواضي كذا ولا عمل ورجع ما بقاش كويس، ما هتترفع تاني. يعني ما هتترفع زي ما اترفعت اولاني، ما هتترفع تاني. ولكن يعني كون ان هو خاف، لكن اما يجي الزوج يقول انا عايز ارجع، ماشي نرجع، بس بيبقى في اصلاح.
نرجع ويبقى في اتفاقات، نرجع ويبقى في قعده رجاله، رجاله لها قيمه ولها وزن، تاخد عليك التعهدات ديت ونلتزم بالامر ده. احنا بنقول في قله الفلوس وما فيش ومش عارفه وايه وطلعنا من كذا لكذا، او اشتغل شغلانه ثانيه يعني بيحاول، وعلى الاقل وديكي ما هو بتساعدي وكذا. ولو هو اب حنون مثلا ما كانش طلب رؤيه على فكره، إيه عايز يشوف اولاده، عايز يرجع لك، عايز كذا، ده خير. استخيري استخيري، ولو لقيتي قلبك اولا انت دلوقتي الامر بيه، واخواتك جزاهم الله خير وخايفين عليك، قول لهم والله هجرب مره ثانيه، حتى يبقى انت بتعذري الى الله في قلبك قدام اولادك، والله انا اعذرت الى الله في الامر دوت وخدته، وابوكوا انتكس وعمل كذا وكذا وكذا، خلاص بعد كده السلام عليكم، الله لو جابوا لك ايه، ليه؟ لانك جربتي. استخيري يا بنتي وخدي بالاسباب، وكلمي زوجك وقولي له تعالى نقعد القعده دي، يبقى في اتفاق فلان وفلان وفلان، ونقعد كذا ونكتب الكلام ده ونقرا الفاتحه على هذا الامر ونتوكل على الله، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لي يعني بدايه عهد جديد معاه، ويبقى يا رب بدايه الحلقه وبدايه رجب وبدايه كذا، بدايه عهد في كل حاجه، اللهم امين. يعني